دائما باللعب على الأطراف الخارجية من طرف النظام الحاكم. من شعارات الحراك أستاذ السليمي التي تتطلب بدورها وقف التأمل: لا تخلقوا لنا عدوا خارجيا فأعداء الجزائر في الداخل. هذا كلام الحراك الشعبي الجزائري. هنا يمكن ربما أن نفسر الهيجان والسعار الذي أصاب البعض بعد الانتصارات المغربية المتوالية في القضية الوطنية المركزية. فشل الدبلوماسية الجزائرية وأيضا صنعتها البوليزاريو. بمعنى آخر، انقلب السحر على الساحر. هل هذا الوعي الشعبي فوت ربما على سكان قصر المرادية وبقية السلطة الحاكمة من عسكر وحتى فلول النظام السابق فرصة تصدير الأزمة قبل أيام من ذكر الحراك؟ منذ بداية الحراك منذ سنتين تبين بأن هناك جزء كبير من الرأي العام الجزائري يفهم جيدا هذه اللعبة، يفهم بأن الذين يحكمون الجزائر، أتحدث هنا عن النظام العسكري، هو دائما وضع عدو مفترض الذي هو المغرب، ويخرج هذه الورقة في كل مرحلة. لهذا كلما خرجت هذه الأوراق تخرج نداءات من داخل الجزائر وتقول لا، فالعدو هو داخلي، لأن هذه اللعبة هي قديمة جدا، هي لعبة الحرب الباردة، لعبة الحرب الباردة، لعبة الستينات ولعبة الخمسينات، لا زال يشتغل بها الجنرالات. لا يوجد دولة في العالم، دولة لها ملف واحد، وهو ملف ضد، بمعنى أنه ملف أنها تشتغل ضد المغرب على كل المستويات. الجزائر في أي زيارة لوزير الخارجية وهذه تنقل في تقارير، لا يتحدث فقط إلا بالهجوم عن المغرب. هل هذه دولة عاقلة؟ هل توجد دولة في العالم لها ملف واحد هو العداء للمغرب ولوحدته الترابية؟ هل توجد دولة في العالم تصرف 500 مليار دولار على ميليشيات البوليزاريو وتنتهي بهم الخاتمة إلى أنهم تنظيم إرهابي، تنظيم إرهابي موجود فوق أراضي الجزائر؟ لا أعتقد بأن هناك دولة عاقلة. لماذا؟ لأن هذه الورقة هي باتت توظف، بمعنى باتت تلعب ضدهم في الداخل. العدو بالنسبة للجزائريين هم الجنرالات وليس المغرب، رغم كل المحاولات، رغم تعبئة الإعلام. هل تعرف بأن هناك أزيد من 1857 مقال حاقد ضد المغرب كتب خلال الشهور الأخيرة؟ هل هذه، بمعنى هذه، حالة مرضية؟ وهذا ما قلناه، قلنا هناك استسلام هستيريا أصابت النظام الحاكم هناك بسبب الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية وخاصة في قضية الوحدة الترابية، وأن هناك عزلة، يعني شئنا أم أبينا، يعني حتى بوقادوم زيارات فاشلة هنا وهناك لا تقدم ولا تؤخر، والمواقف الدولية أصبحت واضحة. وإن كان هناك عداء مجاني للمغرب، ولكن الجميل في الأمر أن الحراك الشعبي هو من يرفع تلك الشعارات ويعي تماما بأن ما يحدث في الجزائر مشاكل داخلية بعدو داخلي. كسؤال آخر وباختصار، جلسات حوار وطني للرئيس الجزائري مع المعارضة بعد عودته من رحلة العلاج، في الجهة المقابلة إصرار من مؤتمر وطني خاص بالحراك على عدم التنازل عن المبادئ التي رسختها الانتفاضة الشعبية. هل اليوم وجود هيئة منظمة مشرفة على الحراك سيؤدي لانتزاع مكاسب حقيقية أفضل ربما مما تحقق في النسخة الماضية؟ فقط ملاحظة، هناك جملة قالها جزائري، جزائري هو موجود في فرنسا وهو باحث قديم يعيش، قال هذه الجملة بالحرف، أن السبب في تخلف الجزائر، قال بأن الجزائر اليوم هي دولة متخلفة جدا، السبب هو الجنرالات، قالها بالحرف، قالها بالحرف وبوضوح أمام مجموعة من الجزائريين وأجانب. قضية هذه المناورة التي يقوم بها تبون في لقاء مع من يلتقي؟ مع بن قرينة ومع مجموعة أخرى. هذه أحزاب هي ترتبط بمرحلة بوتفليقة، ليست لها شرعية، إذا من سيسمعها؟ هي لا تعبئ حتى شخصين، وهذه لوحظت حتى في كل الخرجات التي كانت تقوم بها، وجهت بالحجارة من طرف الجزائريين.